ان شاء الله يعني يا رب يعني تكون خطوه منيحه وجاده بسحب السفير الاسرائيلي يا رب. كله يعني كلنا فدا القدس في الاقصى. لا مش كافي، غير كافي طبعا. والله احنا اصلا بالنسبه للسفير الاردني او السفير الاسرائيلي احنا مش موافقين، لانه اسرائيل هي عدوتنا بالاول بالتالي. فصاحب سحب الله العليم يعني شيء كويس، مش كويس. اي خطوه يعني كويسه، ولازم يعني كل الشعوب العربيه والاسلاميه تقف باتجاه القدس. يعني شيء اكيد هذا ان شاء الله، شيء اكيد انه يسحبوا السفير اللي من تل ابيب، لانه الاسرائيليين مش كويسين مع الفلسطينيين. مناسبه جدا، ولازم اكثر من هيك نساوي احنا.